السلام عليكم ورحمة الله. الخبر الأول، أنغولا تتخلى رسمياً عن دعم أطروحة جمهورية الوهم الانفصالية وتعلن دعمها لحل سياسي قائم على التوافق، يعني لا تقرير مصير الشعب الصحراوي، لا استقلال الصحراء الغربية، لا تحرير الأراضي المحتلة. الخبر الثاني، عبد الحميد صبيري ينتقل رسمياً إلى نادي فيرونتينا الإيطالي. الخبر الثالث، مدرب المنتخب المصري لأقل من 23 سنة الذي خسر نهائيا ضد المنتخب الوطني المغربي كأس أمم إفريقيا روجيليو ميكالي لم يهضم الخسارة وألمح إلى وجود تلاعبات بمباراة النهائي حين صرح للصحافة المصرية قائلا: شعرنا بأننا قريبون من اللقب، لكن كانت هناك بعض الظروف التي لا علاقة لها بكرة القدم، وأن قرارات الحكم وعوامل أخرى غير معلنة ساهمت في هزيمتهم، حسب ما نقل عنه موقع الأهرام. الخبر الرابع، المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية. اختار هيئة السكك الحديدية الصينية China Railway Design Corporation لإنجاز الدراسات أولية التمهيدية التي تخص قطار فائق السرعة TGV الرابط بين مراكش وأكادير. أخيراً، العلم الجزائري من خياطة وتصميم الفرنسية إيميلي بوسكوانت في منتصف الثلاثينيات. العلم الجزائري صممته وخاططه فرنسية، وختموا عليه هلال ونجمة العثمانيين. دمتم في رعاية الله، ودمتم أوفياء لقناتكم.